منصور بيك سمعت ثقة الناس في الحكومة معدومة وثقة الناس في المجلس إن كنت غير الحكومة كمان مش مقبولة. الإرث التاريخي للمجالس الآن في ذهن المواطن مقبولة. أنتم كتلة تبنت مذكرة هل هي لذر الرمادي في العيون يعني غيابكم عن الموازنة وما رافقوا من ملاحظات أنه صفقة من تحت الطاولة تبرير بالنهاية هو خلل حدث ثم يعني صمتكم عن الرفع الأسعار يعني ما في حكي قوي إلا المذكرة. المذكرة بالسلوك النيابي هي ثقة جديدة للرئيس وحكومته. شو بتتوقع؟ يعني أنت حكيت بعكس ما قامت به وتقدم كتلة الإصلاح إلى جانب زملائنا المحترمين في كل الكتل والذين نحترمهم كلهم. كتلة الإصلاح يمكن زميلنا بشهد ما أخذ دور إلى حد ما يعني مميز. كتلة متماسكة كلها خط واحد لديها مشروع وطني قدمته. احنا على تماس مع الشارع قواعدنا معروفة وهذا نبض الشارع درسناه وكان لابد انه نتقدم بهذه المذكرة لانه المنطلق الأساسي لنا هو تعزيز الجبهة الداخلية، تعزيز الأمن والاستقرار، ونرى حجم المؤامرة على الأمة ونرى حجم المؤامرة التي يمارسها العدو الصهيوني خطرها على شعب فلسطين والقضية الفلسطينية وما سيكون له ارتداد وخيمة على الأردن. كل العداء يعني كل القوى الخارجية التي تدعم كيان العدو وتسحق الأمة وكل الأخطاء الحكومية وفشل الملفات الداخلية والخارجية لها نتيجة يعني ضعف هذه الحكومة وثقتنا بأنه الأردن أولا أمن الأردن شعب الأردن أولا كان لابد أن ترحل هذه الحكومة لتأتي. نحن نطالب بحكومة تضم نخبة شخصيات قوية نافذة تمتلك قدرة سياسية وفنية وفكرية أن تأتي لتطبق أهم مادة بالدستور هو التشاركية والتنسيق والتعاون مع مجلس الأمة حتى نستطيع أن نحمي شعبنا ونحمي دولتنا ولكن بتعرف اليوم الثقة البرنامج اللي قدمته اليوم لو استمرت الحكومة إذا الحكومة لم ترحل وهذه السياسات المالية ستضطر الحكومة لتنفيذها يعني ستزيد عمق الفجوة ما بين الشعب والحكومة وبالتالي تخلق خاسرة ضعيفة للمتآمرين خارجيا وداخليا. وأنا من هذا المنبر بحكي نتيجة أنا ليل نهار مع الناس أنا بقول لأعداء الأردن الداخل والخارج في أعداء في الداخل؟ نعم في كل من ينادي بأنه إحنا أنت ذكرت أنه من حق المواطن ومن حق القوى أنها من يعني تدافع عن مصالحها الوطنية عن حياتها عن معاناتها لكن من يعبئ اللي بثير الفتن والدعايات على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي ومن يعني قاعد بطرح المؤسسات الوطنية شعارات أنا في نسحق نباد دولة مستبدة هذه الشعارات لدولة معادية وليست لشعب لدولتنا. نعم نحن نعاني أزمات اقتصادية ومعيشية من حقنا أن نعبر لكن من يمنع أن يتحول هذه الصيحات الاقتصادية إلى مشروع سياسي هم بعض الأشخاص المتنفذين لهم اتصالات في سفارات منذ البدء هي عدو شعب فلسطين. من يعادي فلسطين يعادي الأردن أخ عمر. نحن في خطر إحنا ككتلة إصلاح قربان للدفاع عن شعب الأردن لا أزاود. نحن لن نقبل بأنه يتزعزع هذا النظام السياسي لن نقبل لأنه إحنا مستعدين وإحنا طالبنا من الأحزاب أن نتواصل
وأن نتعاون، وإحنا من البداية ككتلة إصلاح ونعمل حاليا لخلق جبهة، إطار جبهوي لا يقصي أحد، نتعاون فيه، نوحد صفوفنا، نخرج في مشروع برنامج سياسي نواجه فيه الحكومات. يعني نقول شخصيات، هل هي شخصيات كانت في مناصب، شخصيات يعني سياسية سابقة تدعم خراب البلد؟ شخصيات سياسية لها تجربة سياسية قادرة أن يعني مثلا جلالة الملك، الملفات السياسية والاستحقاقات والمكاسب اللي بلف فيها العالم، عندما تأتي للحكومة لا تجد، يعني ما عم تستثمرها الحكومة لغياب فريق سياسي داخل الحكومة. نحن نريد فريق سياسي مخضرم إلى جانب فريق فني يمتلك المعرفة في الاقتصاد.